بذكر السرعة والإنجاز، إحنا في تداعيات سريعة حصلت من قلب الأحداث وردود الفعل العالمية. إحنا معانا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ محسن حسني من لندن، وسؤالنا تحديدا للأستاذ محسن عن تداعيات السريعة، تداعيات اقتصادية التي حدثت بسرعة في أوروبا، في بريطانيا. ماذا حدث أو ماذا يروج هناك في الجانب الاقتصادي تحديدا؟ مساء الخير على حضرتك. مساء الخير واهلا وسهلا بكم وبالساده الضيوف الكرام والساده المشاهدين والمستمعين الكرام. الاحداث زي ما حضرتك متابعه وكل الناس متابعين يعني متسارعه جدا منذ يومين، واوروبا تحاول يعني تدارك هذه الأحداث وتقدير الموقف أول بأول للتعامل مع تداعياته الاقتصادية على وجه التحديد، لأنها إلى حد كبير مربكة. يعني عندنا مثلا البحر الأسود هو المصدر العبور الرئيسي لصادرات أوكرانيا، وأوكرانيا هي وروسيا زي ما حضرتك عارفة بيحتلوا تقريبا 25 أو بيحتكروا 25% من صادرات العالم من الحبوب ومثل القمح والذرة وخلافه. بالتالي هناك تأثر شديد بالنسبة لحركة التجارة. هناك أيضا قطاع الطاقة متأثر بشكل كبير جدا. روسيا يعني تغذي أوروبا بقى 35% من الطاقة، بالتالي عندما تتأثر روسيا تتأثر هذه النسبة، ويكون لزاما على أوروبا البحث عن بديل أو محاولة إيجاد حل. لذلك يقول بعض المحللين الآن أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا هي في الحقيقة تمثل عضة على الأصبع، يعني الشخص يعاقب نفسه، الغرب يعاقب نفسه عندما يفرض عقوبات، لأن هذه العقوبات ستطاله هو شخصيا، ستطال الغرب، لأن الغرب معتمد بنسبة كبيرة جدا على الطاقة والغاز الروسي على وجه التحديد. بالظبط، يعني حضرتك بتراهن على رد روسيا عقوبات بعقوبات. بالظبط، يعني العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا هي تؤثر عليه هو نفسه، لأن روسيا هي مصدر ل 35% من الطاقة في أوروبا. بس بالتأكيد روسيا لا تكتفي ذاتيا، يعني ما هو بالتأكيد في على الجانب الآخر مصالح أوروبية، مصالح لدى أمريكا، يعني من الجانب الروسي ما فيش أي مخاوف مثلا أو بعض العقوبات اللي ممكن فعلا تصنع تأثير؟ بالتأكيد هناك تأثير وهناك مخاوف، واليوم بدأ الحديث عن عقوبات تطال أشخاص محددين منهم وزير الخارجية سيرجي لافروف والرئيس نفسه فلاديمير بوتين وعدد من الشخصيات الأمنية وعدد من البنوك الكبرى. ولكن يعني البعض يرى أن هذه العقوبات لن تكون الرادع القوي لإيقاف الحرب. روسيا على ما أعتقد تسعى الآن لإنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن، ولكن الوضع ميدانيا على الأرض يعني إلى حد كبير معقد، لأنه الأوكرانيين وجدوا أنفسهم فجأة في عزلة، والغرب كما يرونه تخلى عنهم أو يعني متباطئ في رد الفعل تجاه روسيا، وبالتالي الأزمة مستمرة على الأرض، وهذا سيكون له تداعياته على الاقتصاد وعلى الطاقة بوجه خاص. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محسن حسني من لندن، وده طرح منطقي جدا.